إذا في مناسبة في البيت أو يمكن ضيوف تحتاجون أن تسوون حلو غريب وسهل. اليوم بنسوي شيء عبارة عن بسكويت وكيك، أو يسمى ما يسمى بالشورت كيك على الفراولة. الحلو اللي بنسويه اليوم عبارة عن بسكويت ونحشيه بكريمة وفراولة. فأول شيء نسويه أن نحط ملعقة سكر على الفراولة ونخلط بحيث أن الماء اللي في الفراولة ونخلط الفراولة لين ما الماء ينزل ويصير كأنه صوص. نفس الوقت نبتدي نعمل البسكت، فنحتاج كوبين طحين، كوب حليب، ربع كوب سكر. طبعا أنا أفضل أستخدم زيت نور لأنه خالي من الدهون المتحولة، ومن هاي الزيت بنحتاج ربع كوب. نخلط العجينة، نخلطها ونتأكد أن كل المحتويات تمزج عدل. فنخلط العين، وطبعا بنحتاج أن احنا نعينها بعد باليد. وحين بنبتدي نعين العجينة، فنحط شوية طحين، وصفات للشورت كيك تستخدم زبد، لكن أنا أفضل أستخدم زيت نور لأنه يكون الطعام أخف وصحي ونكهته ألذ. فنحاول إن ما نخلي العجينة سميكة وايد ونبتدي، وحين عندنا العجينة جاهزة ونحاول إن ما نخليها سميكة وايد. في نفس الوقت طبعا تأكد إن الفرن يكون مسخن على 170 درجة تقريبا. فنقص العجينة كأنك قاعدين نقص بيتزا. حوالي 6 قطع ونصفهم في الصينية، وبعد ما قصينا القطع نصفهم على الصينية ونحطهم في الفرن. وحين صار عندنا الشورت كيكس جاهزين عقب ما تموا حوالي 25 دقيقة في الفرن، وحين بنبتدي نقص كل قطعة حق التقديم. ناخذ قطعة واحدة ونقصها في النص عشان نبتدي نحشيها. ناخذ صحن التقديم، نفتح كل قطعة ونحط داخلها الكريمة أو القشطة الطازجة، وبعدين نحط الفراولة اللي احنا كنا خالطينها في البداية مع السكر. تلاحظون صار كأن الماي مع السكر صار كأن صلصة، وهاي بعد بيرطب من الشورت كيك. بهالطريقة صارت عندنا جاهزة شورت كيك بالفراولة.